مرحبا، ليش نحن منشعر بحرارة شكل ونشرات الطقس بتعطينا درجات شكل؟ معقولة في غلط؟ كتير بسمع هالحكي خاصة بفترة الصيف. مثلاً منقول إن الحرارة عم تسجل 40 درجة، الناس لا شو مستحيل، قول إنه عم تسجل شي 50 درجة. نفس الشي هلأ مع تقلب الطقس يلي عم نشهده والبرودة يلي عم تصير والحرارة يلي بلشت تنخفض. طيب شو السبب؟ خليني أوضح لكم. درجة الحرارة الملموسة عندك بتختلف عن المسجلة بالنشرة عنا نتيجة عوامل بيئية بتأثر فينا، مثل كمية أشعة الشمس يلي منتعرض لها، الرطوبة العالية، سرعة الرياح، ويلي ممكن تخلينا نحس بالبرد. كلها عوامل بتشكل حسب الخبراء تفاعل معقد مع أجسامنا. بنتقل لحالة الطقس. عم تبقى درجات الحرارة قريبة معدلاتها لمثل هالفترة بالسنة، وعم يكون الجو خريفي معتدل وصحو بشكل عام. ليلا عم يستمر الجو مائل البرودة على أغلب المناطق خاصة على المرتفعات الجبلية. الرياح متقلبة للشمالية الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة، عم تتراوح سرعتها بين 5 لـ 15 كيلومتر بالساعة، مهبات عم تتجاوز سرعتها 45 كيلومتر بالساعة خاصة على المنطقة الساحلية. بالنسبة للرطوبة فعم تتراوح بين 30 لـ 65%، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 27 درجة. مثل طقس العاصمة دمشق يلي عم يكون فيها الطقس صحو ومشمس، وعم تسجل فيها العليا 24 درجة. رح نكفي على المحافظات السورية ورح نشوف كيف عم يكون الطقس. بالنسبة للمنطقة الجنوبية عم يكون الطقس فيها مشمس، عم تسجل فيها العليا 22 درجة بدرعا 26 درجة، وبالقنيطرة عم تراوح الحرارة بين 14 و23 درجة. رح ننتقل بجولتنا على المنطقة الوسطى على حمص وحما، فالأجواء كمان صحو ومشمسة، وعم تسجل بحمص وحما العليا 24 درجة. رح نكفي هلا على المنطقة الساحلية طرطوس اللاذقية ولواء اسكندرون، فالطقس عم يكون فيه مشمس، عم تسجل العليا بطرطوس واللاذقية 29 درجة، أما بلواء اسكندرون عم تراوح فيها الحرارة بين 13 و24 درجة. رح ننتقل هلا على المنطقة الشمالية على إدلب وحلب، فالطقس صحو ومشمس، وبإدلب عم تسجل 24 درجة، أما بحلب عم تراوح بين 9 و23 درجة. ختاما مثل العادة بالمنطقة الشرقية فالطقس عم يكون صحو ومشمس برقة والحسكة، وعم تسجل برقة 25 درجة، بالحسكة 24 درجة، أما عند دير الزور فالطقس عم يكون مكفي سديمي، وعم تراوح فيها الحرارة بين 10 و25 درجة. أخبار الطقس يوم خلصت، تلاقوني بكرة وبخير.